من يقدم لنا ضرغام على الصدارة وعلى البداية. المركز الثاني، المركز الثاني، ثاني المراكز. هناك الوصول من نشوان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج الهايري يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث، هناك هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يقوده في عملية التضمير والتدريب. رابع المراكز، المركز الرابع، هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. خامس المراكز، هناك لطام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يقوده في عملية التضمير والتدريب. سادس المراكز، المركز السادس، هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم لينيبي يقوده في عملية التضمير والتدريب. سابع المراكز، هنا الوصول أيضا من شاهين لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق بن فضل اللمين يقوده في عملية التضمير والتدريب. ثامن المراكز، هناك مدلل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير. مشاهدين الكرام، المركز التاسع، هناك يتقدم من خلال مستحيل من هجن العاصفة قيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز العاشر، هذا هو السلع ينطلق مع المركز العاشر من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة مشاهدينا الكرام، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع البداية والمقدمة الأولى. هناك البداية اللي غير شاهين وانطلق بناموس هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير، بدا يعلن خطورته من خلال شاهين على البدايه. المركز الثاني، ثاني المراكز، نشوان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج الهايري يقوده في عمليه التضمير والتدريب. ثالث المراكز، هناك ضرغام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير قائد العمليات في الفرقه 11 التراثيه المتواجده بمرغم يقدم لنا ضرغام على ثالث المراكز. والمركز الرابع، رابع المراكز، هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم لينيبي يقوده في عملية التضمير والتدريب. واللطام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير يقوده في عملية التضمير والتدريب. على المركز الخامس والمركز السادس، سادس المراكز، مستحيل من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، وهملول من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويد يقوده في عمليه التضمير والتدريب. والوصول من مدلل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير المحنك، بدا يقدم لنا مدلل في هذه اللحظات، يتقدم من مركز الى مركز مشاهدينا الكرام. ولكن اتابع المركز الثامن، ثامن المراكز، هنا الوصول ايضا والتقدم شاهين لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف ال نهيان الصادق بن فضل اللمين يقوده في عمليه التضمير والتدريب. المركز التاسع، المركز التاسع مشاهدينا الكرام، هناك المارد، يتقدم المارد لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي، بدا ايضا المضمر خمس نجوم يعلن انطلاقه المارد على المركز الثامن والمركز التاسع. تاسع المراكز، هنا الوصول من سراب، بدا يتسرب سراب لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد ال نهيان احمد بن خلفان بن صايغ المزروع الجنتلمان. تاسع والمركز العاشر، عاشر المراكز، السلع من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المنطلقة. شوط الختام، ختام أمسيتنا مشاهدينا الكرام بانطلاقة الوداع. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع الصدارة. البداية، البداية اللي غير، اللي غير الصدارة مدلل انطلق بناموس هذا الشوط، غير المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المحنك، يتابع في عملية تضميره وتدريبه سعيد بن راشد بن غدير. يقدم لنا مدلل على المركز الأول، نشوان مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج الهايري يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث، هناك الوصول من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي يقوده في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع، رابع المراكز، لطام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير
يقود في عملية التضمير والتدريب على المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز المارد لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم. حمد بن علي العويس يقود في عملية التضمير والتدريب، وهملول يتقدم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وشاهين قادم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. حمد بن عبد الله بالطير العامري الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، خلاص بدينا بالعد التنازلي، شوط الختام مشاهدينا الكرام في هذه اللمسية التراثية. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة. مدلل على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المحنك، سعيد بن راشد بن غدير يقدم لنا البداية، يقدم لنا مدلل، ولكن شاهين يتقدم، نشوان يتقدم، والوصول أيضا من الماهر، وصل مستحيل على المركز الرابع من هجن العاصفة، ولكن مدلل تعود ملكيته لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هناك في عملية تضمير مدلل سعيد بن راشد بن غدير يقدم لنا البداية، المركز الثاني. هناك أيضا الوصول من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. حمد بن عبد الله بالطير العامري، يا سلام يا سلام، الكوكب رباعية، الموقف خطير، الموقف خطير، شوط الختام، شوط الختام. شاهين غير، شاهين انطلق مع البداية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. حمد بن عبد الله بالطير العامري، يا سلام يا سلام، المسيطر مع شاهين على البداية، شاهين على الانطلاق، شوط الختام مع شاهين، مع شاهين. تهانينا والناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز شاهين بالمركز الأول والثاني موصولة. حمد بن عبد الله بالطير العامري على هذا الفوز والانتصار، المركز الثاني مدلل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثاني كان فيه أيضا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، نشوان مع المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس الماهر من هجن العاصفة خامسا. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المنطلقة، للخمسة المراكز المتحدية في هذا التحدي الرائع. نعود مشاهدينا الكرام مع توقيت شاهين وتحديات شاهين في هذا المساء مع شوط الختام، وكان شاهين أيضا حاضرا بكل قوة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بسبع دقائق 43 ثانية، جزء واحد يتيما من الثانية. تهانينا والناموس والثانية موصولة لحمد بن عبد الله بالطير العامري على هذا الفوز والانتصار، مدلل مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والثانية موصولة سعيد بن راشد بن غدير. سبع دقائق 43 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كان في شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والثانية موصولة للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي بسبع دقائق 43 ثانية، سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه التحديات المثيرة ومع هذه الانطلاقات الرائعة في مساء هذا اليوم ومع هذا السن، سن اللقاية، السن الأسرع والأجمل في هذا العالم الساحر. تابعنا